بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. النظام المتكامل الأمثل يتوقف على ثلاثة أمور. الأمر الأول المنهج الصحيح، الأمر الثاني القيادة الحكيمة، والأمر الثالث القاعدة التابعة المطيعة. إذا صار خلل في أحد هذه الأمور فإن النظام يختل. إذا لا يوجد منهج صحيح فأحسن الناس لا يتمكنون من الوصول إلى النتيجة المرجوة لخلل في المنهج. إذا لا يوجد قائد حكيم فأفضل المناهج وأفضل الناس لا يتمكنون من الوصول إلى النتيجة. وكذلك إذا لم توجد قاعدة واعية، يعني أنت عندما تلاحظ حكومة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، المنهج منهج صحيح هو الإسلام الحقيقي، والقائد هو أمير المؤمنين الإمام المعصوم الذي لا يخطئ في أي شيء، لكن هناك كان اضطراب مستمر. لماذا؟ لعدم وجود القاعدة الواعية، وكما يقول أمير المؤمنين: لا رأي لمن لا يطاع. في معركة صفين، مع أن جيش أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان نصف جيش معاوية، يعني جيش معاوية كان حدود 100,000 وجيش أمير المؤمنين كان حوالي 50,000. لذلك قبل بدء المعركة عمرو بن العاص صعد على تل، كما يروي ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، ليستطلع، لأن الرجل عمرو بن العاص كان يدور يشوف الغلبة لمن. قبل المعركة راح يستطلع حتى يشوف أنه يسوى يبقى ويا معاوية أو ما يسوى. فلما رأى جيش أمير المؤمنين استقله، شاف قليل، ولكن مع ذلك هذا الجيش كاد أن ينتصر على جيش معاوية، بحيث أن مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه وصل إلى خطوات من خيمة معاوية، ومعاوية ركب الفرس ووضع رجله في الركاب لكي ينهزم، يعني سويعات من الحسم. ولكن الخوارج هؤلاء كانوا ناس في ضمن جيش أمير المؤمنين، لكن اتباعهم لأمير المؤمنين لم يكن اتباع عن عقيدة،
يعني لا باعتباره منصوبا من قبل الله سبحانه وتعالى وأنه إمام مفروض الطاعة، وإنما اتباعهم له عليه السلام كان باعتبار حاكم، حاكم احنا هم تبع للحاكم مثل كل زمان اللي اكو حاكم والناس تابعين لذلك الحاكم. اذا اعلن النفير العام الناس هم ينضون تحت المعسكر لانه حاكم. فعقيدتهم بامير المؤمنين لم تكن عقيدة باعتباره منصوبا من قبل الله وأنه وصي رسول الله وأنه الإمام المفروض طاعته، وإنما اتباعهم له كان كاتباع أي حاكم آخر. فلذلك في هذا الموقع الحساس خذلوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، مو فقط خذلوه بس لو هم ينسحبون من المعركة هم مو مشكلة، جردوا سيوفهم عليه 20,000 واحد جردوا سيوفهم على أمير المؤمنين، إما أن ترجع مالك الأشتر أو نقتلك. والإمام قال لهم أن هذه خدعة، لو ذولا كانوا يريدون أن يتحكموا ويحتكموا بالقرآن قبل بدء القتال كانوا يحتكمون إلى القرآن، مو الآن اللي وقت الهزيمة، مبين أنه قضية خدعة وشراء للوقت. لكن هؤلاء بهذا الطريق خربوا الانتصار وبدأت الانتكاسة في جيش الإمام عليه الصلاة والسلام، بحيث أنه بعد 4 سنوات معاوية سيطر على العالم الإسلامي. زين، فالنظام نظام صحيح، الرئيس على هذا النظام إمام معصوم لا يخطئ، لكن المشكلة في القاعدة. إذا هذه الثلاثة معا اجتمعت، المنهج الصحيح والقائد الحكيم والقاعدة الواعية، النتيجة تحصل، والله سبحانه وتعالى ينزل نصره، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينزل النصر اعتباطا. الله سبحانه وتعالى يقول أد ما عليك، إذا أنت أديت ما عليك أنا أنصرك. ولذلك في معركة بدر المسلمون أدوا ما عليهم مع ضعفهم وقلة عددهم وقلة عتادهم، مع ذلك الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم الناصر. هذه في معركة بدر، بل أنزل ملائكة. زين، في معركة أحد ليش الله ما أنزل الملائكة؟ لأن الهزيمة التي ابتلي بها المسلمون كان بسبب مخالفتهم، يعني لم يؤدوا ما عليهم، مو فقط ما أدوا ما عليهم، خالفوا أمر رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك في تلك المعركة الله سبحانه وتعالى لم ينزل النصر الفوري، صحيح العاقبة للمتقين، لكن النصر الفوري الله ما أنزله. زين، نأتي إلى النظام، هل هناك نظام متكامل الله سبحانه وتعالى أرسله وأنزله؟ الجواب نعم، هو نظام واحد من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن الدين عند الله الإسلام، لذا إذا تقول أديان إلهية هذا تعبير غلط أصلا، ماكو أديان إلهية، دين واحد، جميع الأنبياء كانوا على ذلك الدين. ليش؟ لأنه الدين شنو هو؟ الدين متكون من 3 أشياء، أولا العقيدة. زين، من آدم إلى الرسول صلى الله عليه وآله العقيدة كانت تختلف؟ يعني آدم مثلا كان يقول الله اثنين مثلا؟ لا، العقيدة في الله سبحانه وتعالى وفي النبوات
وفي المعاد عقيدة واحدة. فجميع الأنبياء والرسل كانوا يأمرون الناس ويرشدونهم إلى عبادة الله وإلى الاعتقاد بجميع الأنبياء وإلى الاعتقاد بالمعاد. الأخلاقيات الركن الثاني في الدين تتغير، يعني مثلا الخيانة كانت زينة الآن مو زينة، أو في شريعة من الشرائع نبي من الأنبياء يقول مثلا الكذب زين، النبي آخر أجي يقول كذب مو زين، ماكو هذا الشيء. في جميع الشرائع وكلام جميع الأنبياء الدعوة إلى فضائل الأخلاق والنهي عن الرذائل، ماكو فرق من هذه الجهة. ثالثا أصول الأعمال، أصول الأعمال أيضا ماكو فرق بين الأنبياء، يعني عبادة الله سبحانه وتعالى جميع الأنبياء كانوا يأمرون بها، الصلاة جميع الأنبياء يأمرون بها، الزكاة جميع الأنبياء كانوا يأمرون بها، وهكذا الخمر جميع الأنبياء كانوا يحرمونها، الفواحش جميع الأنبياء كانوا يحرمونها. ففي أصول الأعمال هم ماكو فرق، إنما الفرق في بعض الأحكام الجزئية، بعض الكيفيات، يعني مثلا صومنا إحنا بهذه الكيفية الخاصة المعروفة، لكن في الأمم السابقة كان الصوم يختلف، يعني إحنا نمسك عن الأكل والشرب مثلا وسائر المفطرات، هو يمسك عن الكلام أيضا، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الاختلاف في بعض الأحكام، الصلاة مثلا بهذه الكيفية اللي إحنا نصليها ما كانت موجودة في الشرائع السابقة، بكيفيات أخرى، مثلا الركوع ما كان في الشرائع السابقة، هذا خاص بالشريعة الإسلامية. فالاختلاف في بعض الأحكام وبعض الكيفيات، لذلك الشرائع متعددة. عيسى عليه الصلاة والسلام يقول ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم لمصلحة. وحتى في الإسلام، في الإسلام أحكام نسخت، بعض الأحكام كانت في بداية الإسلام ثم نسخت، القبلة كانت بيت المقدس ثم نسخت القبلة إلى الكعبة في السنة الثانية من الهجرة، يعني المسلمون في مكة كانوا يصلون باتجاه بيت المقدس، طبعا الرسول صلى الله عليه وآله كان يصلي باتجاه بيت المقدس، لكن كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يعني من الجنوب يصلي من جنوب الكعبة، فكانت الكعبة أيضا أمامه، لكن القبلة كانت بيت المقدس. أما بالمدينة بيت المقدس يصير بالشمال والكعبة تصير بالجنوب، لذلك اختلاف القبلة في المدينة بين. ثم نسخ هذا الحكم بعد 16 شهر أو 19 شهر من مجيء الرسول وهجرته إلى المدينة. فلذلك إن الدين عند الله الإسلام، هذا مو مخصوص بشريعتنا فقط، جميع الأنبياء بشروا بالإسلام بهذا المعنى اللي ذكرناه، العقائد والأخلاقيات وأصول الأحكام. ولذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل في دعائهم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا زين. فالله سبحانه وتعالى من لطفه أرسل نظام متكامل لا خلل فيه، لأن الله سبحانه وتعالى هو خلق الإنسان، يعرف تفاصيل وخصوصيات الإنسان، فشرع ما يناسب لهذا الإنسان. بعد ذلك بالنسبة إلى القيادة الحكيمة، الله سبحانه وتعالى جعل الخليفة قبل الخليقة، يعني أول خلق آدم، وآدم هو خليفة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، لأن الخليفة معناه شنو؟ خليفة الرجل من يخلفه في أعماله، يعني أنت تريد تسافر توصي واحد يقوم بأعمالك، فهذا يكون شنو؟ خليفتك، لأنه يخلفك. آدم خليفة الله، يعني شنو؟ يعني إرادة الله سبحانه وتعالى الذي كان يريد تطبيقها في الأرض
الإرادة التشريعية طبقها عن طريق آدم، يعني أمر آدم بتطبيق تلك الإرادة في الأرض، لذا صار خليفة الله في الأرض. الله خلق الخليفة أول ثم الخليقة، لذا أول البشر هو خليفة الله. وهذه الخلافة متصلة في الأحاديث الشريفة المتواترة، ماكو زمان لا يوجد في ذلك الزمان خليفة الله من آدم إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، متصلة الوصية متصلة. بعض الأحيان هذا الخليفة مسيطر مثل داود وسليمان ورسول الله محمد صلى الله عليه وآله في فترة من الفترات، وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في فترة من الفترات في رقعة من الأرض. وغالب الأحيان هذا الخليفة مو مسيطر. زين، من لطف الله سبحانه وتعالى أنه عين خلفاء واصطفى هؤلاء الخلفاء. اصطفاهم يعني خلصهم من كل شوب ومن كل درن، فلا خلل في أخلاقهم ولا خلل في أعمالهم ولا حتى خلل في خلقتهم. احنا نعتقد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا نقص في أي شيء من أمورهم، حتى في الخلقة الأنبياء عندنا فد نبي مثلا ناقص الخلقة؟ لا. صحيح يمكن واحد الله سبحانه وتعالى يبتلي بمرض أو بحادث، مثلا يصاب بعمى، يصاب بصمم، يصاب بيده برجله كذا، هذا أمر طبيعي. لكن بالنسبة للأنبياء والأوصياء الله سبحانه وتعالى حتى هذا النقص ما جعل فيهم، حتى واحد لا تكون له حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا يقول أنه يا رب أنا ما رح أستمع إلى كلام هذا النبي لأنه ما عجبني شكله أو لأنه تنفرت منه مثلا. ولذلك الآيات التي مثلا بعض الأحيان يستدل لها بالنقص في بعض الأنبياء هذه لا يراد ظاهرها، مثلا وبيضت عيناه من الحزن. بيضت عيناه من الحزن يعني مو صار أعمى، هذا مو معنى نتصور أن يعقوب صار أعمى، لا، بيضت عيناه من الحزن يعني بان البياض فيها لشدة البكاء، أصيبت بضعف، وضعف البصر ليس عيبا. فارتد بصيرا مو معنى أنه كان أعمى وصار بصير، لا، معنى أنه رجعت له القوة الكاملة للنظر. أو أيوب عليه الصلاة والسلام، بعض الروايات الإسرائيلية موجود أنه صار في جسم نتن وديدان ورائحة كريهة وكذا، هذه كلها أكاذيب. أيوب أصيب بمرض بس هذا المرض ما أثر على محيا وعلى شكله، أصيب بضعف أنه مضطر أنه دائما يتمدد مثلا في البيت لمرض، بس مرض لا يؤثر على ظاهره ولا يوجب نفرة الناس منه، هذا بحث آخر بس كإشارة إجمالية له. ففي خلقتهم أفضل الخلقة، وفي أخلاقهم أحسن الأخلاق، وفي أفعالهم أحسن الأفعال. ونحن نعتقد أن الأنبياء معصومون لا في التبليغ فقط بل في كل شيء، حتى في أمورهم العادية لا يخطئون. ليش؟ لأن هذا خليفة الله، الله اصطفى. الله عندما يصطفي ما يصطفي شيء ناقص، إحنا إذا نريد نختار شيء نختار الأفضل مما يمكننا. إذا أنت تقدر تختار الأفضل بس ما تختار الأفضل، هذا خلاف الحكمة. الله الذي يتمكن من اصطفاء الأفضل، يجي يصطفي واحد في عيب، يجي يصطفي واحد ينسى، يجي يصطفي واحد مثلا يتصرف تصرفات طائشة، هذا خلاف الحكمة. احنا كبشر إذا نريد نختار ونتمكن من اختيار الأفضل
نختار غير الأفضل؟ لا. إذا واحد يتمكن من اختيار الأفضل بدون أي مشكلة يختار غير الأفضل، مرة عنده عذر ما عنده فلوس يختار غير الأفضل، مرة لجهة من الجهات عذر عنده ما يخالف ما يقدر، لكن إذا يتمكن اختيار الأفضل بدون أي مشكلة لكنه يختار غير الأفضل، نلومه لو من لومه؟ نلومه، نقول لماذا فعلت هكذا؟ زين، إذا البشر العادي هكذا فالله سبحانه وتعالى عندما يريد يصطفي، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني الأئمة عليهم الصلاة والسلام. يصطفي واحد ناقص وعاجز، الله حتى ما يصطفي التام، هو مو عاجز. فلذلك الله سبحانه وتعالى يصطفي الأفضل الأنبياء من كل الجهة، وكذلك الأئمة والأوصياء في القمة. فالقيادة الحكيمة موجودة، وأنت ما عندك عذر في عدم اتباع هذه القيادة الحكيمة، لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل. القسم الثالث يجي القاعدة الواعية، لأن الدنيا دار امتحان، الله سبحانه وتعالى ما أجبرنا على الإيمان وما أكرهنا على العمل بالصالحات، الله أرانا الطريق وهديناه النجدين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها فجورها يعني أراها القبائح. أنت عندك عقل، بعقلك قبل أن تسمع من الأنبياء تعلم أن الكذب قبيح، تعلم أن الظلم قبيح. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله سبحانه وتعالى إذا يريد يجبر الناس كلهم على الإيمان كان يتمكن، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. الله سبحانه وتعالى حكمته اقتضت أن يكون الإنسان مختار، ولكن الله سبحانه وتعالى هيأ لك كل الطرق لقبول الإيمان، جعل فيه فطرة، الإنسان بفطرته يعرف الله سبحانه وتعالى ويدرك. أحد الإخوة كان ينقل عن بعض أساتذة الجامعة في أمريكا من الملحدين، يعني يقول أنه هذا أستاذ الجامعة يقول إحنا ما ندري لماذا طريقة دماغ الإنسان وفكرة مبرمجة على الاعتقاد بالخالق. هو ملحد طبعا، يقول دماغ الإنسان، مخ الإنسان مبرمج، فتبرمجة مثلا كمبيوترية على الاعتقاد بالخالق. هو يقول هاي مشكلتنا، أنه البشر طول التاريخ يعتاد بالخالق زين، وهو يتصور أن الخالق ما موجود، والسبب في ذلك أن مخه مبرمج على هذه البرمجة. وطبعا هي هاي الفطرة اللي الله سبحانه وتعالى جعلها في الناس. ليش جعلها؟ من لطفه. بعد ذلك طال عقل، بعد ذلك أرسل الأنبياء والرسل وواتر بينهم، يعني واحد ورا الثاني. فالطريق مهيئ، إذا إحنا لا نتبع ذلك الطريق فالمشكلة فينا، وإلا الله سبحانه وتعالى فعل كل شيء يقرب الإنسان إلى الطاعة، بس ما أجبره ما أكرهه حتى يتم الامتحان. والله إذا الإنسان كان مجبور ما كان امتحان، لأن المجبور بعدين تعاقبه، عقاب المجبور ما له معنى. إذا أفرض واحد مرتعش عنده مرض الارتعاش الرعشة، تقدر تعاقبه على هذه الرعشة؟ هذا الظلم. لذلك العامة غالبهم من الأشاعرة والوهابيين الصنف الأقل منهم، ولا يعتقدون بأن الإنسان مجبور مكره. زين، إذا الإنسان مكره فشنو العقاب؟ قبيح هذا العقاب، هو مكره لكنه يعاقب. يعني أفرض أنت تأخذ واحد تذبه في الماء
تلقيه في الماء ثم تعاقبه أنه لماذا ابتل، ليش تبلل، هذا ظلم. فالإنسان مختار. زين، هذا الاختيار سبب أن الإنسان يختار الأصلح والأحسن، وإذا يريد يختار الأسوأ هم يقدر يختار الأسوأ. فهنا يجي الامتحان، غالب الناس يختارون الأسوأ. لماذا؟ لأن الأحسن ولو هو أحسن، وكل إنسان بفطرته يدرك أنه أحسن ويحب كل إنسان الحسن، أحب الصالحين ولست منهم، يعني أفسق الفساق في قرارة نفسه يحب الصالحين، يقول صحيح أنا مو صالح لكن في قلبه يحب الصالحين. لماذا؟ لأنه طريق الصلاح شوية بصعوبة، صعوبة هم قليلة، صبروا أياما قليلة عقبتهم راحة طويلة. الإنسان يريد، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. إذا واحد يريد يصير طبيب مفروض شنو؟ 25 سنة يدرس ويصرف فلوس. يريد يصير مهندس لازم كذا سنة يريد يدرس ويصرف فلوس. إذا يريد يصير عالم فقيه لازم سنوات طوال يدرس يبتعد عن ملذاته. إذا صار تعارض بين دراسته وبين أهواءه يترك الأهواء ويدرس. وغالب الناس ما عندهم خلق الدراسة، ما يدرس وما يحصل النتيجة، لكن هو في قرارة نفسه يعلم أن العالم، أن الشخص الذي درس وصل إلى مرتبة هو أفضل. إحنا المشكلة. لذلك لماذا الناس خذلوا الأنبياء، يعني غالب الناس لأجل هذا الأمر في يوم معركة صفين؟ لماذا أولئك من الناس خرجوا على الإمام عليه الصلاة والسلام؟ لأنه الحرب عضت منهم، قتلى كثير كان صاير في الحرب. قد يوم من الأيام بدأ الحرب من الصباح إلى الصباح اليوم الثاني في ليلة الهرير. زين، فكانوا تعبانين من الحرب، يريد يحصل له فرصة يفر من المسؤولية. الفرار من المسؤولية زين تسبب أنه الإنسان يدور له على عذر، وبعدين هم يقول إني متندم وهو كاذب، وليس ببنت متندم. هذا عبيد الله بن الحر الجعفي، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام رآه في طريق كربلاء فطلب نصرته، فهو الإمام قال له أنت عندك ذنب، تعال انصرني حتى الله سبحانه وتعالى يمحو ذاك الذنب منك، لأن الحسنات يذهبن السيئات. لأنه هو في أيام أمير المؤمنين ترك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والتحق بمعاوية، هذا عبيد الله بن الحر الجعفي، هذا الذنب قديم، فأنت تعال انصرني حتى الله سبحانه وتعالى يغفر ذلك الذنب لك. فهو قال للإمام إن لي فرس ما طلبت شيئا إلا أدركته، ولا طلبني أحد إلا فدته، يعني فرس جدا أصيل، وعندي سيف كذا وكذا أوصافه، أعطيك يا هدية. فالإمام قال له أما وقد بخلت بنفسك فلا حاجة لنا بفرسك ولا بسيفك، ما نحتاج فرسك ولا سيفك، نحتاجك أنت. زين، بعد واقعة عاشوراء ندم، فيا لك حسرة ما دمت حيا تردد بين نفسي والتراقي، حسين حين يطلب بذل نصري على أهل كذا والشقاقي، فلو أني أواسيه بنفسي لفزت كرامة يوم التلاقي، لقد فاز الأولى نصروا حسينا وخاب الآخرون إلى الشقاقي. قد كان صادق في ندمه؟ لا، لأنه إذا صادق في ندمه خلي يصلح ما أفسده، لأن التوبة شنو هي؟ التوبة الندم على الفعل وإصلاح ما أفسده والاستغفار،
وإلا إذا واحد بلسانه يقول أستغفر الله لكن بعمله يكرر ذنبه، هذا في الحديث كالمستهزئ بالله سبحانه وتعالى. فمو ندم حقيقي، ندم كاذب. الإنسان يجب أن يتحمل المسؤولية، إحنا كل واحد من عندنا لازم نتحمل المسؤولية. الإنسان يقول أنا أنقذ نفسي، هذا في الإسلام مرفوض، أنت أنقذ نفسك وأنقذ من تتمكن من إنقاذه. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنت مو مسؤول عن نفسك فقط، مسؤول عن أهلك، مو مسؤول عن أهلك فقط، مسؤول عن الجميع إذا تتمكن. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا الآن واحد في شرق الأرض أو غربها ضال، والآن أكثر العالم أهل ضلال، المسلمون إشقاد مليار مليار ونص، سكان العالم إشقاد 6 مليارات 7 مليارات، والمسلمون أكثرهم ضالون أيضا، زين، والمهتدون أيضا كثير منهم فسقة، فما يصفى إلا أقل القليل. زين، إذا واحد في شرق الأرض أو غربها ضال، يمكن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحاسبني أنا ويحاسبك أنت. لماذا؟ تقول يا رب أنا صليت، أنا صمت، أنا حججت، أنا فعلت كذا. الله سبحانه وتعالى يقول كنت تتمكن من فعل شيء ولم تفعل، كنت تتمكن من الكتابة، تتمكن من الخطابة، تتمكن من الهداية عن طريق الإنترنت، الآن بعد شيء سهل موجود في كل بيت، تتمكن من التبرع إلى نشر الثقافة الدينية، كنت تتمكن من كذا وكذا وكذا، لماذا لم تفعل؟ ما أقدر أقول أنه هاي وظيفة العلماء، لا، أنت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة كل مسلم، إرشاد الجاهل وتنبيه الغافل مطلوب من كل أحد. فبناء على ذلك حتى الشق الثالث هم يكمل، الشق الأول النظام المتكامل والقيادة الحكيمة والقاعدة المؤمنة الواعية. لذلك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أكو في الحديث أن الله يصلح أمره في ليلة، إذا وجد أنصار حقيقيين يتحملون المسؤولية الكاملة، يعني يكون بمستوى المسؤولية يظهر. لكن المشكلة الأنصار الحقيقيين اللي هم بمستوى المسؤولية والمهمة ويتحملونها دائما أقل من العدد المطلوب. يمكن المؤمنين هواية، لكن المؤمن اللي يكون بقدر تحمل تلك المسؤولية العظيمة قليل. فإذا كمل ذلك العدد، يعني كل واحد من عندنا حاول أن يتحمل المسؤولية كاملة بالعلم والعمل والتقوى، ولكن أعينوني بورع واجتهاد، إذا وصلنا إلى هذا الحد، ولا نقول لا يمكن، لأن الناس كثير منهم قالوا يمكن وصار، خلص أصحاب الأئمة منو كانوا؟ كانوا معصومين؟ لا، كانوا مثلنا. فالنتيجة أن كل واحد منا يتحمل المسؤولية الفكرية التبليغية المالية المسؤولية في مختلف الجوانب، ولا يلقي الكرة في ملعب الآخرين، الآخرون مسؤولون أنا هم مسؤول، إذا ذولاك ما أدوا المسؤولية هذا ليس مبررا لأن لا أؤدي أنا المسؤولية. إذا كل الناس ما صلوا أنا أقول يا رب كل الناس ما صلوا أنا هم ما صليت، هذا عذر مقبول؟ مو مقبول هذا العذر. فلذلك نكون إحنا نحاول أن نهذب أنفسنا ونستفيد من الزمان المبارك والمكان المبارك والأيام المباركة لكي نهذب أنفسنا ونرفع مستوانا العلمي والعملي والتقوى، لكي نكون في طريق أن نكون بمستوى المسؤولية حتى الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا بعين رحيمة ويوفقنا في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى الخير لكم جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تسكن
النفوس بأعبق البركات. تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى.